يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله بإفراده تعالى وليا وحكما وربا، وقول ابن القيم رحمة الله عليه أركان التوحيد أن لا يتخذ سواه ربا ولا إلها ولا غيره حكما، سؤاله هل في ذلك دليل على ما يسمى اليوم بتوحيد الحاكمية؟ الحاكمية داخلة في الإلهية، داخلة في الإلهية، لكن نص عليها لأن فيها الآن من يحكم بالقوانين والأمور هذه من باب الإنكار لهذا العمل. نعم.